تضحك، يعني ده هيعود عليا نفسيا وهيعود على بشرتي كمان. عايز ابتسم ليه؟ طلع انا انسان مؤمن بالله وعندي ثقه في نفسي وعارف ان ربنا هيجيب دايما الخير. صحيح، لازم ابقى انسان متفائل. لما هبقى متفائل لازم ابقى مبتسم. تاني حاجه حضرتك، ما فيش حاجه تستحق في الدنيا ابدا ان انا اخسر صحتي عشانها. لازم احسبها كويس على فكره، ايه اللي يخليني اخسر صحتي عشانه؟ صحيح، الحاجات بتتغير، فلازم نفكر كويس قوي ان الصحه دي نعمه احنا بنمتلكها، ما نفرطش فيها. مش كل شويه اقعد ازعق وشويه انكد على نفسي على حاجات غالبا بتبقى اي كلام. اقعد اقرا اشاعات على السوشيال ميديا قبل ما انام الساعه 12 بالليل. اه صحيح والله يا دكتور، هتعب. انا قريت خبر امبارح يا دكتور صعب قوي، ان العالم هينتهي في 22 2022 مع ظهور فيروس جديد. يعني مين ما بقى فينا اتكلموا عن مين فينا عارف هيعيش كام يوم عشان اتكلم اقول هيحصل كذا كمان سنه. انا ساعات لما المرضى بيسالوني في العياده يقول يا دكتور انا هخف امتى؟ اقول له هجاوبك على سؤال بس تجاوبني على سؤال، مين فينا هيروح بيته النهارده؟ صحيح، يقوم يضحك. ما فيش حاجه اسمها كده. ايوه، ما اقدرش اقول بكره يا اسف، انما انا دكتور بجتهد اكتب افضل علاج كل الدكاتره كده، بعد كده ربنا يسهل ان شاء الله. انما ما اقدرش اقول لك الساعه 5 بكره مش هتبقى فيه اعراض، لا اقول لك ان شاء الله بكره تبقى كويس. ربنا يبارك فيك يا دكتور، وتدينا دايما كده نفحات من التفاؤل والامل. يعني هاخد اخر سؤال ويا دوب نجاوبه في الدقيقه. اتفضل محمد. محمد اتفضل. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسراء. اسراء، ايوه ايوه معلش بسرعه يا اسراء عشان معانا دقيقه. تمام، بقول لحضرتك بعد اذن الدكتور، مامتي مريضه سكر عندها 54 سنه، عندها قلو في رجليها من تحت من الجنب، فممكن علاج ليها؟ اه ممكن. طيب طبعا. حاضر طبعا. شكرا. في كذا طريقه، اسهلهم في مس شهير قوي في الصيدليات تقوله كده كاف، هتقول له للدكتور الصيدلي اديني المس ده، بتمس المكان ده مره واحده كل يوم بالليل لمده شهر شهر ونص، بينشف ويقع. بعد كده اقول لها ما تلبس جزم ضيقه نهائيا، لان الكلو دايما بيجي مع لبس الاحذيه او اي حاجه في الرجل ضيقه بيعمل كلو. وطبعا عشان كمان عندها سكر فما يحصلش عندها اي اصابه. لا ان شاء الله مش هيحصل. اه فيعني هي تلبس، يعني قصدي حضرتك حاجات واسعه، تمشي الحاجات الواسعه او سابوه مثلا، حاجة كده مفتوحه، ما تبقاش ضغط على جلدها. بالظبط. ربنا يبارك فيك يا دكتور. يعني انا مش عارفه اقول لك، انت اديتنينا طاقه ايجابيه كبيره، وحضرتك ما شاء الله لوحدك، يعني وجودك بيبقى فيه طاقه يعني، ويعني بتوصف للناس حاجه احنا شايفينها عليك. الله اكبر، ما شاء الله. مش بحسد حضرتك يعني، ربنا يبارك فيك يا رب. وفي دقيقه كده ممكن تدينا روشته سريعه الناس كلها تمشي عليها. الفتره اللي احنا فيها دي نخلي بالنا، انا هخرج الصبح بدري البس تقيل، هخرج بالليل بدري البس تقيل. رغم البرد ده اشرب ميه كتير، انام كويس، اكل صح كويس، ادفي جسمي، هبقى زي الفل. يعني امشي على روشته وابعد عن الهم والزعل والنكد. دي اهم حاجه. دي اهم حاجه. ربنا يبارك.